الجوطية ديال الضرب غلف، فالجوطية ديال الضرب غلف تحطت هنا في الأوائل ديال الثمانينات، في الثمانينات، وحنا أسسنا هذه الجمعية ديالنا ديال الجوطية ديال الضرب غلف، تجار جوطية الضرب غلف، في الأواخر ديال التسعينات، وحنا كنا كنطالبوا في الأول ملي أسسنا هذه الجمعية على البنية التحتية، لأن كنا كنفتقروا للضوء والماء بزاف ديال الحوايج أساسية عندنا هنا في السوق، كنفتقروا لها، لأن السوق كما كتعرفوا واحد السوق عالمي اللي كيتيح واحد الفرص كبير ديال الشباب ديال الشغل هنا. وكاين عندنا الاحداث ديال التكنولوجيا كتكون اي حاجه كتقلب عليها كتلقاها في السوق ديال الجوطي الضرب غلف. لحنا كنا كنطالبوا هادشي في الاول باش تكون عندنا واحد الهيكله ديال هاد السوق باش يتقنن باش يدير السوق. خاصو واحد شويه ديال النظام، واحد اعاده هيكله من ناحيه الاناره، يدخلوا ليه الضوء لان عنده مشكل ديال الضوء، والناس ديال السوق باش يتحولوا لمنطقه بعيده بزاف، زعما ماشي في الصالح ديالهم، لا بالنسبه لهم هما، لا بالنسبه للناس اللي كيجيو مولفين. هذا السوق عنده تاريخ، من الافضل الا كانت شي حاجه تكون قريبه لسوق ضرب غلف. هذا الشيء اللي كيجري على ضرب غلف بحالو بحال المدينه القديمه، الناس المدينه القديمه الان اللي كيحولوا من مناطق بعيده جدا، بحال الانسان كتخرج الحوت كتخرجوا من البحر، ما يعيش فيه نهائيا. حنا كساكنه مدينه الدار البيضاء، وبالنسبه لمدينه بالضبط في حي درب السلطان بوشنتوف، يعني هي القلب النابض ديال الدار البيضاء، يعني عندنا السوق ديال ضرب غلف ما نقدروش نستغناو عليه، ما يمكنش، يعني بحال حيدتي شي واحد، حيدتي له شي يعني انسان بحال ما كتاخذ شي حاجه من العضو ديالو ما يمكنلوش يعيش. حنا بالنسبه لنا راه هي كل شيء، يعني القريعه ديال هذه الجوطيه ديال ضرب غلف راه يعني في المستوى ما ناقصها حتى حاجه، ما نقدروش نستغناو عليها، غير في حاله ما الا كان يقدر يكون بحال اعاده الهيكله ديالها في المثال، يعني تكون في مستوى زوين. حنا كنرقاو الى الجديد، حنا غادي الحمد لله وكنزيدوا راه 2024، وهادشي اللي كاين بالنسبه للقريعه. صراحه الله كل شيء، اي حاجه كنجيو ندير لا الدار ولا علاش ما قلبتي، يعني بغيتي تقول مول هو مسكين، غير خاصو شويه ديال الهيكله ويكون فيه يعني في صوره زوينه. حنا كتجر بين الحوايج اللي بغينا يصلحوا في السوق هو اعاده الهيكله ديال السوق، انه باش غادي يكون عندنا مرقب للسيارات، الكهرباء الى اخره، يعني يكون السوق كيليق بالاسم ديالو وكيشرف مدينه الدار البيضاء اكيد. وكيف ما قلنا انه هذا السوق هذا كيحرك واحد العجله اقتصاديه كبيره، ولا هيك على الشغيله والناس اللي كيشوف بزاف ديال الناس عايشين من هذا السوق هذا. كاين واحد المكتب ديال الدراسات اللي كيشوف ان السوق غادي يتحول لجهه طيط من الليل زياده سيدي حجاج. حنا ما قبلناش هذاك الشيء وطلبنا باعاده الهيكله، الهيكله هنا في هذا السوق، وجاوبوا لنا مسؤولين بان الثمن ديال هذا العقار كيسوى الثمن، وكاينين صحابه وكاينين. حنا رفضنا هذا الشيء وقلنا حنا مستعدين باش ما كان هذا العقار حنا ناخذوه، لان حنا من النهار اللي حطنا سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني هنا، اللي حطنا هنا في هذا السوق، وهبنا هذه القطعه ديال الارض، لان كان عندنا واحد في الجريده رسميه سيدنا كيوهبنا هذا المكان اللي تحطيناه فيه. حنا ولكن الرخص اللي عندنا حنا الرخص غير مؤقتين، لان حنا كنتسموا مؤقتين، خصنا حنا نشوفوا شي حل لروسنا. حنا ما يمكن لناش نشريو الارض باش ما كانت ذاك الوقت، لان النهار اللي تحطينا هنا في الارض كانت واحد كتسوى واحد 300 درهم 200 درهم، ولكن حاليا الارض كتسوى واحد 60000 درهم بحال هكاك واكثر. ما يمكن لناش نشريو حنا ب 60000 درهم، ولا ما يمكن لهمش هما يبيعوا لنا. كاين واحد الحل الوسط، وتكون واحد اعاده هيكله كما شافتها الجماعه، رئيس الجماعه مشكور حتى هو هضر على هذا السوق، لان كانت واحد الوقت الجماعه كانت هز يديها على السوق، وهذا السوق راه من مصلحه الجماعه لان كيدخل كثير، وهنا معروف هذا السوق وقريب للمدينه بزاف ديال الحوايج. عاد هذا السوق الا مشى الواحد، لان كل حي عنده سوق ديالو، راه هذا السوق ديال المعارف، وحنا كبرنا في المعارف وتولدنا في المعارف، لان هذا السوق ديالنا حنا، وحنا كنطلبوا من الحكومه باش دير لنا اعاده الهيكله. والجمعيه ديال التجار جوطيه الضرب غلف، ولا الجمعيات اللي كاينين هنا في السوق، لان كاينه واحد الجمعيه اخرى ديال سوق النجد، كلهم حنا متحدين، وهذا هو المآل ديال السوق.